بالظبط. طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا ماسك فرقه في الدرجه الرابعه في بورسعيد، اسمها ايه؟ الابوطي، مركز شباب الابوطي، لسه ماسكهم قريب. هم بيحاولوا الايام دي بيبنوا فريق للسنه الجايه عشان ينافسوا، وهم اتفقنا على كده. و الوقت بدات اخد على اللعيبه خلاص، وبدات احط نقط على اللعيبه، واللعيبه اللي هتكمل معانا واللعيبه اللي مش هتكمل معانا، وان شاء الله السنه الجايه نصعد باذن الله. باذن الله ربنا يوفقك ربنا يخليك. عمرو. انا بحب دايما الطموح اللي انت بتبتدي من تحت. ممكن الناس لما تيجي تسمع الفرق اللي النجوم بتبتدي فيها، يعني مثلا كان معانا معتز زين وقال لك خلاص اشتغلت في قطاع الناشئين فقررت اروح ادرب في الشهداء، في مدربين علاء ابراهيم بيروح مش عارف فين وفلان بيروح فين. دي خطوه كويسه جدا اللي انت بعد كده تلاقي نفسك في النادي المصري، تبقى اكتسبت خبرات والمدير الفني يثق فيك من المباريات دي. خلي بالك الدوريات دي صعبه جدا. جدا والله. انت طب انا شايف هقول لك، اتفضل. كويس اللي انت فكرتني بالصعوبه. انا بروح ساعات التمرين بلاقي 5 لعيبه، بسال على بقيه الفرقه فين، عندهم شغل، لان النادي مش بيديهم فلوس، مفيش دعم بيوصل للنادي. دي مشكله صعبه جدا في الدرجه الرابعه، ما بتلاقيش لعيبه امرنها، 5 6 لعيبه فعلا اللي بيجوا يتمرنوا. طب اسالك سؤال حلو، خلينا نناقش معاك القصه دي. اعلى حد عقده عندك كام؟ ما بياخدش فلوس، يعني ايه ما بياخدش والله فلوس؟ ما بياخد طب ما هو فلوس. لازم كده هيشتغل. هو لازم هيشتغل فعلا. دي مشكله بالنسبه لي والله يا جماعه. الناس دي احنا بن ايه بن يعني بن بنخليهم ما يروحوش للجريمه. لا، ده ناس كويسه جدا وناس بتشتغل. وتخيل معايا يبقى 30 لعيب عندي، و30 لعيب بياخدوا مثلا مرتبات كويسه وبيصرفوا، ده هينعكس عليهم في حياتهم الشخصيه كمان، دي حقيقة، دي وهيفيدوا حقيقة، بلدهم والله. دي حقيقة. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه لما الدوري وقف قبل كده، صح. وجابوا ناس لعيبة في جيل بالكامل، في ناس كبيرة وأسماء كبيرة بطلت انا كورة. بطلت في الفتره دي. طب أنا يا عمرو عايز أسألك على حاجة، يعني طب ما هو الأندية دي برضو هتصرف منين وهتجيب مداخيل منين لازم وما دعم، في لازم دعم من وزاره الشباب يا جماعه. الدرجه الرابعه بتعاني والله، انا اشتغلت فيها بتعاني يا جماعه من قله الامكانيات. دعموا انا اقول لك انتوا الناس بتلعبوا دي في ملاعب صعبه كمان. جدا والله العظيم. يعني دعموا الناس دي يا جماعه والله العظيم، فيهم شباب كتير جدا، حرام بجد، نحميهم من الجريمه، نحميهم. طب هروح اقول لك على حاجه كويسه جدا. انت اكيد بتقابل فرق في الدوري ده الرابع، في لعيبه عندها امكانيات تلعب دوري ممتاز. انا عندي 2 3 لعيبه ممكن اقول لك اساميهم. باك يمين امير رجب، باك يمين جواس جدا، ممكن يلعب دوري ممتاز دلوقتي، وهو من ناشئين النادي المصري. وفي باك شمال عندي برضو عادل بربش، لعيب كويس جدا، وكان برضو من ناشئين النادي المصري. وعندي سكر، لعيب كويس جدا جدا كمان، بيلعب 10 وبيلعب على الطرف الشمال، لعيب كويس. ممكن الثلاثه دول يلعبوا فريق اول. هو كرة القدم مرتبطة المدير الفني يبقى بيحبك أو فيها حظ. هي توفيق، لازم نقول اللي هي بدايه توفيق، يعني من اول جوارديولا لغايه اصغر المدرب توفيق، وبعد كده شغل المدرب. وقناعات الجماهير، خلي بالك في انت ضربة البداية دايما زي ما احنا قلنا على كروش كده، ما جاء وكسب ليبيا في ليبيا طمئن الناس فابتدى اخد دعم ويرجع تاني مثلا يعمل حاجة، فتلاقي الجماهير والاعلام اكيد هتقول له اللي انت بتعمله غلط. ما هو كروش ده لو كان مدرب مصري عمل اللي هو بيعمله دلوقتي كان اتذبح. ما حسام البدري اتعامل معاه كده، ما عامل نتائج. طب لو كابتن حسام البدري، ناخدها بقى نص تاني كده، لو كابتن حسام البدري كان مكانه مدرب اجنبي وكان عامل النتائج اللي هو عاملها، كان هيمشي؟ لا ما كانش هيمشي، كان هيقعد. دي حقيقة. بس احنا عشان المصري عندنا عقدة خواجة، احنا عشان مصري. والله راح اقاله. طيب قبل